يعني هل اقدر اقول كده بمال والفم انه مصر اصبحت ملكه افريقيا في كره القدم؟ ملكه افريقيا عوده القطبين لهذا الموضوع. الكوره بالنسبه للمنتخب ان شاء الله ان شاء الله يحصل هذا. الجيل ده جيل يعني محتاج لبطوله. الجيل ده فيه محترفين يعني على راسهم المحترف محمد صلاح. وايضا الدوري المحلي بتاعنا دوري كبير جدا مش قليل زي ما حضرتك شايف. ان شاء الله ان شاء الله عوده المنتخب يكمل هذا. وكمان المنتخب الاولمبي استعداده ليه طبعا والحمد لله تحقق ان هو تاهل لباريس وان شاء الله يكمل مع ابطالنا اللي تاهلوا لباريس. أداه قدودة يا دكتور. وكمان الحلو في كل الكلام ده عودة الجماهير للمدرجات لدرجة أن أنا مش شايف كرسي فاضي. بص أنا يعني النهاردة بقول الماتش اللي فات الماتش ده البطل الحقيقي الجماهير، سواء جماهير الزمالك النهاردة جماهير الأهلي هي حافظت على هذا المكتسب. كلنا جرينا وبشكر كل يعني سواء طبعا أكيد وزارة الداخلية على دعمها في دخول الجماهير معانا، الجهات التنظيميه الجهد اللي عملناه